اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم ومناسبة غالية على كل سعودي، لما له دور كبير في إعلان المملكة العربية السعودية مملكة مستقلة وموحدة بجميع أراضيها وأطيافها. وبهذه المناسبة قام مكتب الخطوط الجوية السعودية في الكويت بتوزيع الأعلام والشعارات الوطنية في مطار الكويت الدولي للقادمين من المملكة، احتفالا باليوم الوطني السعودي وابتهاجا وفرحا بحلول هذا اليوم على المملكة. نهنى القيادة السعودية وحكومتنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وولي ولي العهد الأمين والشعب السعودي، ونناصر ما ننسى الجنود المواصل اللي على الحد الجنوبي. الخطوط الجوية السعودية تقوم بهذه الاحتفالات مشاركة المواطنين أفراحهم، وتهدف من هذه الاحتفاليات تعزيز روح المواطنة في الخارج كونها الناقل الرسمي للمملكة. حقيقة في كل سنة نستعد ونفرح لهذا اليوم، إن شاء الله ربي يديم علينا الأمن والأمان في هذا البلد الكريم. والله أول شيء الله يعطيهم العافية، أنا تفاجأت صراحة، لكن هذه بادرة طيبة منهم أنهم يعني يفاجئون الراكب أو المسافر في شيء طيب. والله الحمد لله أني مواطن سعودي، وإن شاء الله البلد تكون أحسن وأحسن وتتطور، مع التطور إن شاء الله نحن نتطور معها والحمد لله. مبادرة الخطوط السعودية تتمثل في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز الغالي الذي لم يذخر شيء على شعبه، ممثلا بحكومة خادم السيد الحرمين الشريفين، ونسأل الله الأمن والأمان لبلدنا. ورسالة خاصة أوجهها إلى جنودنا المرابطين في الحدود الجنوبية، نصرهم الله ونسأل الله التوفيق لهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. نتمنى وندعو من الله العزيز القدير أن يحفظ بلادنا ويعم الأمن والأمان وينصر جنودنا البواسل ويردهم لنا سالمين غانمين لبلادهم. في بادرة وطنية جميلة من مكتب الخطوط الجوية السعودية في الكويت، هدفها تعزيز اللحمة الوطنية بين المجتمع السعودي في الخارج الذي يؤمن بأن الوحدة الوطنية محل إجماع من جميع المواطنين كونها تشكل مصدر القوة للمملكة. مشار الشمري، قناة الإخبارية، الكويت.